شقائي ووجداني يفيض بخوفي ورجائي. إلهي أنت حسبي يا رب العالمين، فثبتني إلهي على نور اليقين، وفي الجنات نلقى إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها اليوم لأمتي الحبيبة في أنحاء الأرض، لا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، لأن كثيرا من الناس قد انشغل عما هو آت وانحرف عن منهج رب الأرض والسماوات. إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات، وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقست فيه القلوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. فأردت أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذه الأحداث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي بها قلوبنا، وأن يعيننا لنصحح بها واقعنا، لنسعد في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا زلت أيها الأكارم أتحدث مع حضراتكم في العلامات الصغرى للساعة، وسأكتفي بحلقة الليلة إن شاء الله تعالى في العلامات الصغرى، لأبدأ الحديث غدا إن شاء الله عز وجل في العلامات الكبرى للساعة. والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من العلامات الصغرى ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، وفي رواية البخاري أن يرفع العلم وينقص العمل ويظهر الجهل، وفي رواية في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بين يدي الساعة إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. قد يقول قائل: كيف تقول
يظهر الجهل ويرفع العلم، ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم. ليس المراد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علم الدنيا، وإنما علم الآخرة، علم القرآن والسنة. أما علم الدنيا فهو في ازدياد. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن أن علم الدنيا سيكون في زيادة. نعم، المراد بالعلم في الأحاديث الأولى التي ذكرتها علم القرآن والسنة، العلم بالآخرة. أما علم الدنيا ففي زيادة كما هو الواقع الآن. قال الله جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. قال الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وماذا قال سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال الصادق: بين يدي الساعة ظهور القلم، ظهور القلم، ظهور الكتابة، انتشار علم الدنيا، ظهر القلم وانتشرت الكتابة بصورة ملفتة، لا سيما بعد آلات الطباعة الحديثة التي تطبع آلاف بل ملايين الكلمات في الدقيقة الواحدة. انتشرت الكتب والصحف والجرائد والمجلات وظهر القلم وكثرت الكتابة بصورة ملفتة، فعلم الدنيا في ازدياد في الوقت الذي قل فيه العلم بالقرآن والسنة، بل وظهر فعلا الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني أؤكد لكم جميعا أيها الأفاضل، وسامحوني على هذا الكلام الشديد، أكثر أهل الأرض جهلاء برب الأرض والسماء وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء وبدين الله سبحانه وتعالى. كلام خطير ده يا شيخ محمد اللي بتقوله. أؤكد وأكرر، أكثر أهل الأرض يجهلون الله جل وعلا، يجهلون المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجهلون هذا الدين. اسمع معي وتدبر قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثرهم، تدبر القرآن. وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. وقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. حقيقة ثابتة شرعا وقدرا أن أكثر أهل الأرض جهلاء برب السماء والأرض وبإمام الأنبياء وسيد الأصفياء الأتقياء محمد بن عبد الله، وجهلاء بالدين الذي ارتضاه الله جل وعلا دينا لأهل الأرض ولأهل السماء. إن الدين عند الله الإسلام. أكثر أهل الأرض كفر بالله جل وعلا، لم يحقق التوحيد بالله ولم يحقق الإيمان برسول الله. أكثر من 6 مليار لم يعرف الله جل وعلا. الأمة الآن 1.3 مليار تقريبا، منهم من الأمة الميمونة المرحومة، منهم من لا يعرف أركان الدين معرفة حقيقية صحيحة على مراد الله وعلى مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ظهر الجهل فعلا بالقرآن وبالسنة وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبأركان هذا الدين. يعني أركان الإسلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعرف عليها، فرض عين، أن يتعرف على التوحيد، أن يتعرف على الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إن كان من أهل القدرة والاستطاعة، وأن يتعرف على الزكاة إن كان من أهل الزكاة. أما التوحيد، أما الصلاة، فلا عذر لمسلم على وجه الأرض إن جهل هذه الأركان، لأن العلم بها
فرض عين على كل مسلم ومسلمة. طيب أنا معلش اسمحوني اسمحوا لي وسامحوني أقول لو طرح كثير من أحبابنا هذه الأسئلة على نفسه الآن يا ترى ما علمه بها؟ الركن الأول من أركان الإسلام توحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي مقتضيات التوحيد؟ ما هي نواقض التوحيد؟ ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله؟ أسئلة مهمة جدا. طب الصلاة، ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجبات الصلاة؟ ما هي سنن الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما الفرق بين الركن والواجب والسنة؟ بالنسبة لأخواتنا الفضليات، ما الفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة؟ وما حكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء؟ أسئلة في غاية الأهمية. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم بأركان دينه، أن يكون على علم بصلاته. الصلاة لها 15 ركن على سبيل المثال، الصلاة لها 15 ركنا، لابد من أن تحقق لها 15 ركنا. طيب هل يا ترى كثير من أحبابنا وأخواتنا كم يعرف من هذه الأركان؟ والله لا أقول ذلك إلا لأبين لحضراتكم بالفعل أن جهلا فاضحا قد وقع في الأرض، وقع في الأرض بين أهل الأرض بصفة عامة وبين كثير من إخواننا وأخواتنا من المسلمين بصفة خاصة، بما يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على علم به وعلى بصيرة به. والسبب في ذلك أن العلم قد رفع، أقصد العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله، وأن الجهل قد ظهر بصورة ملفتة، لأن كثيرا من الناس قد انشغل عن الآخرة وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وشغلته الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب كيف يرفع العلم؟ كيف يرفع العلم؟ وهذا موضوع في منتهى الخطورة. رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رفع العلم أيها الأفاضل ليس معناه أن ينام الرجل يوما أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيئا من العلم، لا، مش هو ده المراد، مش هو ده المعنى لقبض العلم أو لرفع العلم. إذن ما هو المراد؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال المصطفى: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. هي دي المصيبة، أكبر مصيبة بتقع في الأمة أن يموت عالم، أن يموت عالم، والذي يدمي القلب أنه ربما يموت عالم من فحول العلماء هنا أو هناك أو هنالك، ولا تعلم الأمة بموته، لأن كثيرا من الفضائيات ولأن كثيرا من وسائل الإعلام انشغلت عن هؤلاء الأطهار الأفاضل وركزت الأضواء على غيرهم، على غيرهم، مع أن الأصل أن يقدم هؤلاء للأمة كلها، أن يقدم أهل العلم، أن يقدم أهل الفضل، أن يقدم من يقول قال الله جل وعلا، قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعلم وفهم وبينة ودليل. فموت العالم من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتدبر قول النبي: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا. يا هذه المصيبة، جهالة ومع ذلك يتجرؤون على الفتوى، واقع أليم. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى الدليل على أن المراد بالعلم في حديث رسول الله الذي سيرفع هو علم القرآن والسنة، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة
إلا برفع العلم، برفع علم القرآن والسنة، إلا بقبض العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال الله قال رسوله بعلم، بدليل، ببينة، بفهم دقيق لمراد الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصيبة الكبرى التي تمر بها الأمة الآن أن رؤوسا جهالا تجرأوا على الفتوى وتجرأوا على العلم. وأنا أقول بملء فمي، نرى فوضى في الفتوى على الفضائيات لدرجة أن الناس الآن يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا. عامة المسلمين يتعرضون لفتنة، ولا كان صدق مين؟ ده الفضائيات الآن بتظهر الشيوخ وأهل العلم على أنهم ديوك يتصارعون ويتناحرون، وكل له قول. يا أخي، القول في دين الله تبارك وتعالى ليس لي وليس لك وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض. إن كنت تملك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار والتابعين وتابعيهم الأخيار، فحي هلا، تكلم بعلم، تكلم ببينة، تكلم بدليل. أما أن يظهر فلان أو أن تظهر فلانة لنتكلم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة بغير بينة وبغير علم، وربما أقدم العقل على صريح النقل في كتاب الله أو على صحيح النقل في سنة سيدنا رسول الله بدعوى العلم، لا، فليس هذا من العلم، ليس هذا من العلم. العلم قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق كما سأبين في حلقة الليلة. واسمحوا لي أن أفرد الحلقة كلها لهذا الموضوع الخطير، لما تعانيه الأمة الآن من فوضى في قضية الكلام والفتوى في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. أسأل الله أن يرزقني وإخواني جميعا من أهل العلم الإخلاص والصدق والسداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلم أيها الأفاضل، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رفع العلم وقدمت كثير من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكتب، لتتكلم، لتوجه على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله. والفتنة الكبرى، الفتنة الكبرى حين يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير دليل وبغير فهم دقيق لمراد الله ورسوله، من أناس يتكلمون بألسنتنا ويلبسون ملابسنا وأزياءنا. لذلك يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال المصطفى: نعم. قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يا سلام على الصادق صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم، ستسمع كلاما، ايوه ده كلام صح، ده كلام صح، وستسمع مش ممكن يكون ده كلام ربنا، ولا ممكن يكون ده كلام النبي، ولا ممكن يكون ده هو الاسلام، تعرف منهم وتنكر. قلت، قال حذيفة: قلت: فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. يا رب سلم، دعاة، أيوة دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها؟ قذفوه فيها، قذفوه فيها. قال حذيفة: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
صلى الله وسلم وبارك على المربي والمعلم. فتن، فتن رهيبة. رفع العلم، ليس معنى ذلك أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، لا، ليس هذا هو المراد أيضا، بل يظهر الجهل بصورة أكثر ويقل العلماء الربانيون. أما أن تخلو الأرض من العلماء الربانيين القائمين الليل بحجة فلا، إذ لابد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان. أرجو أن تكون المسألة واضحة حتى لا يستشعر أحد أحبابنا بتعارض في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة، طائفة، شايف كلام النبي الغالي، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. يبقى لابد أن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه، لتبين الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل فبصفة عامة يكثر الجهل بالقرآن والسنة، يكثر الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ذلك أيها الأفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كرم العلم وزكى العلماء، والقرآن الكريم قبل ذلك بين فيه ربنا تبارك وتعالى فضل العلم ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات. تدبر معي قول الله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش مستحيل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بل وقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله أكبر. إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، ثم الملائكة، ثم ثلث بأهل العلم. قال ابن القيم: وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها، فإن الله تعالى لا يستشهد بمجروح. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أول من شهد الليل بالتوحيد هو الله، ثم والملائكة، ثم أولو العلم. وأولو العلم العلماء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفي بالعلم وبطلاب العلم وبالعلماء حفاوة بالغة. يقول لعلي رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا شايف مكانة العلم. بيقول للنبي لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شايف الكرامة والمكانة. بل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وابن حبان وغيرهم بسند حسن بشواهده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما بكتاب الله وبسنة رسول الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، الأسماك، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر، كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، ذكر له رجلان، ذكروا للنبي رجلين، ذكر له رجلان أحدهما عابد
والآخر عالم، رجل متعبد خاشع خاضع أواب ذكار شكار، والرجل الآخر عالم. اسمع ماذا قال الأمي الذي علم المتعلمين صلى الله عليه وسلم، قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. يا من يقدر يحدد دي؟ كفضل النبي على أدنى رجل في الأمة. شوف فضل العلماء، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. ايه الفضل ده؟ ايه الكرم ده؟ في رواية صحيح مسلم، في صحيح مسلم حديث ابي هريرة، وفيها انه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كلام النبي جميل صلى الله عليه وآله وسلم. بل في مسند أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه بيقول إيه؟ قل: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر. النبي عليه الصلاة والسلام متكئ على برد له أحمر، ودخل عليه صفوان ابن عسال المرادي، فصفوان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا. ده اللي بيقول بقى النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم، خلي بالك من البشرة دي، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. لا تاني، دي كرامة عالية جدا. قال النبي: مرحبا بطالب العلم، مرحبا. فمرحبا بك أيها الأخ الكريم، يا من تحرص على هذا المجلس من مجالس العلم في أحداث النهاية وغيرها، مرحبا بك أيتها الطالبة للعلم والحق. هذه ساعة أرجو الله عز وجل أن ينزل فيها علينا من رحماته وسكينته وبركته، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فهذا مجلس علم. قال: إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. بل ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد بين أصحابه يحدثهم، النبي جالس في مجلس علم مع الصحابة، فدخل ثلاثة نفر. الأول رأى فرجة في الصف فجلس فيها سد الفرجة، والثاني استحيا أن يتخطى الصفوف، وهذا أدب مفقود إلا من رحم ربي، يعني يتخطى كثير من أحبابنا من طلاب العلم الصفوف بصورة مخالفة للهدي النبوي. أما الثاني استحيا فجلس خلف الحلقة أو الحلقة أو خلف الصف. طب والثالث أعرض، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعرض عن المجلس النبوي وتحدث المصائب باسم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال ابن عباس: خلي بالك، أرأيتم لو بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة وبكلام لرسول الله أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. هات يا ابن عباس، شوف نور العلم بقى اللي بيبدل الظلام الجهل، وهذا جهل خطير جدا، هذا جهل. الجهل قبل الموت موت لأهله، الجهل قبل الموت موت لأهله. وأجسامهم، أقصد أقسام أجسام الجهلاء، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. جهل مدقع مؤلم. قال ابن عباس: الأولى
تحكمون على علي بالكفر لأنه حكم الرجال في دين الله؟ أنا أسألكم بالله، أتحكيم الرجال في دين الله لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال للإصلاح بين رجل وامرأته أولى؟ قالوا اللهم إن تحكيمهم لحقن دماء المسلمين أولى. قال فإن الله حكم الرجال للصلح بين رجل وامرأة بنص القرآن، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. دلوني بالله عليكم، أتحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى، أم تحكيم الرجال في أرنب يقتله الرجل بلباس الإحرام ثمن الأرنب ربع درهم، أيهما أولى؟ قالوا اللهم إن تحكيم الرجال لحقن دماء المسلمين أولى. قال فإن الله قد حكم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم، مذكور ذلك في كتاب الله. قالوا أين هو يا ابن عباس؟ قال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. ببساطة كده كانوا من خمس دقايق بكفروا عليا لجهلهم بهذه الأدلة من كتاب الله، لسوء فهمهم العقيم لكتاب الله ولسنة رسول الله. شايف خطر الجهل بالقرآن والسنة؟ شايف خطر عدم الفهم الدقيق والوعي العميق بأدلة القرآن وبأدلة السنة لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ مسألة في منتهى الخطورة، وأنا بحذر ولطالما حذرت وقلت ما خرج الخوارج على علي بالسلاح إلا بعد أن خرجوا عليه بالفكر والتنظير. عشان كده أنا بحذر ولطالما يعني كلمت كثيرا من أحبابنا وإخواننا من المسؤولين وغيرهم، لن يكون خروج بالسلاح إلا بعد خروج بالفكر والتنظير. تنظير الفكر في منتهى الخطورة، مستحيل. وصاحب العقيدة لن تستطيع أن تقتلع عقيدته بمواجهة بالسلاح أبدا، وإنما تقتلع عقيدته وتصحح عقيدته بالفكر. فالفكر لا يصحح إلا بالفكر، والعقيدة السيئة لا تصحح إلا بعد أن تخلع وتقتلع من القلوب، وأن تمتلئ القلوب بالعقيدة الصحيحة بالفهم الدقيق والوعي العميق لمراد الله ولمراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس والثانية أنه قاتل أقواما ولم يسب نساءهم ولم يغنم أموالهم. دلوني بالله عليكم، أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه أم المؤمنين عائشة وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأن الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أخرجتم من هذه؟ قالوا اللهم نعم. طب والثالثة؟ قالوا تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال ماذا تقولون إن قلت لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازل عن صفة الرسالة يوم الحديبية؟ والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، واللي كتب الصلح علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب معقول لما أتى رسول قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهيل بن عمرو، فقال سهيل بن عمرو يا محمد هات اكتب بيننا وبينكم كتابة في الحديبية، منع النبي من الطواف ومن قضاء العمرة ووقعوا معه عهدا وعقدا، اللي كتب العهد والعقد علي بن ابي طالب. اكتب يا علي، النبي يقول له اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 استنى استنى، سهيل بن عمرو بيعترض، ايه الرسول لسه ما قالش حاجة. قال له والله أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على المعلم والمربي والقدوة والأسوة، اكتب يا علي باسمك اللهم. كاتب باسمك اللهم هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. لا 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 استنى، ايه يا سهيل بتعترض عليه تاني؟ الرسول لسه ما قالش ولا بند من بنود الصلح. فقال سهيل بن عمرو والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. يا علي امحو امسح يعني
رسول الله. قال لا لا والله والله لا أمحوك أبدا، أنا أمحو كلمة محمد رسول الله، مش مستحيل مش ممكن. النبي قال له طب شاور اللي عليها كده، صلى الله على الأمي الذي علم المتعلمين، فين يا علي الكلمة دي يا الله؟ فأشار علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فمحاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده وكتب قالت هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. في غير رواية الصحيحين، دي رواية البخاري ومسلم، في غير رواية الصحيحين النبي بيقول لعلي اكتب يا علي امحها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما. الله، صلى الله وسلم على الصادق، لعلك تضطر لمثلها يوما، واضطر بالفعل، اضطر علي رضي الله عنه لها في يوم التحكيم. لا إله إلا الله، عاد مع ابن عباس في اليوم ده أكثر من 6000 من هؤلاء الخوارج الذين كانوا قبل هذه المناظرة مع ابن عباس يكفرون علي رضي الله عنه. العلم، الفهم يا أخوانا. عشان كده البخاري الباب الثاني اللي أنا ذكرته باب العلم قبل القول والعمل، الباب الثاني الباب الفهم في العلم. يا سلام تاني والله الترجمة دي، باب الفهم في العلم، باب الفهم في العلم، الفهم، الفهم، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الصديق رضوان الله عليه، النبي واقف على المنبر والحديث في الصحيحين وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. أنا الصديق واقف، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. إيه ده؟ الناس ضجوا على الصديق، الصديق بيقول ليه كده؟ يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث، فكان أبو بكر أعلمنا وأفهمنا بمراد رسول الله حيث فهم أن العبد المخير هو رسول الله. شايف نعمة الفهم؟ سيدنا عثمان العفان أتوا له بامرأة ولدت بعد 6 أشهر من الزواج فاتهموها بالزنا. ما فيش امرأة تولد بعد 6 شهور، أكيد المرأة دي والعياذ بالله وقعت في الزنا، وأراد أن يقيم الحد عليها. قال ابن عباس تمهل يا أمير المؤمنين، وفي رواية علي رضي الله عنه تمهل يا أمير المؤمنين، فقد تضع المرأة ولدها 6 أشهر. إيه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين يا علي أو يا ابن عباس؟ قال له من القرآن. لا لا مش ممكن الكلام ده في القرآن، ممكن المرأة تولد بعد 6 أشهر في القرآن؟ في القرآن، ده أنا قرأت القرآن من الفتحة للناس ما فيش الكلام ده. هي الفهم بقى، نعمة الفهم. جبت الكلام ده منين؟ خلي بالك، قال من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهر، وحمله وفصاله 30 شهرا، طب والرضاع بس 24 شهر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. اطرح بقى 24 من 30 يتبقى 6 أشهر قد تلد المرأة فيها ولدها، ونجى الله المرأة من إقامة الحد بفهم علي أو بفهم ابن عباس. يا الله، فهم راقي قوي. عمر بن الخطاب بيسأل الصحابة ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يستغفره وأن يتوب إليه. قال له طب وانت ابن عباس بتقول ايه؟ كان غلاما شابا صغيرا في مجلس الشورى الذي اختاره عمر. قال له انت ابن عباس ماذا تقول فيها؟ قال انا يا امير المؤمنين لا اقول بهذا، انما اقول بغير هذا. قال له بتقول ايه؟ قال اقول انها، يعني الصورة، اجل رسول الله اعلمه الله اياه. يا الله، انت طلعت اول كده مع ابن عباس عشان تستوعب المعنى، اجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر والله لا أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس. نعمة، نعمة كبيرة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعمة الفهم. عشان كده ربنا يقول إيه؟ ففهمناها سليمان، وداود وسليمان نبيان كريمان، لكن داود حكم في القضية وخالف حكمه ولده سليمان، فأثنى الله تبارك وتعالى على فهم سليمان للقضية فقال ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. لكن نعمة الفهم نعمة عظيمة، ذلك فضل الله ففهمناها، فالفهم فضل من الله جل وعلا. ثم يأتي الفهم بالتحصيل، بالجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء، بمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، بعدم التسرع في الفتوى، بعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى وعلى القول في دين الله بغير علم. كل هذا
يحصل به العالم أو طالب العلم هذه النعمة العظيمة بعد التذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، نعمة الفهم. أسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا. من أخطر صور الجهل الجرأة على الفتوى، جهل من أخطر صور الجهل. التعالم، التعالم يبقى الإنسان مش عارف الدليل ويتعالم. يأتيني سؤال مثلا وأنا على قناة زي قناة الناس من هنا أو هناك، فأنا أستحي أقول لا، معقول يبقى الناس كلها عمالة تفرج عليا دلوقتي، والأخ ده يسألني سؤال أو الأخت دي وأنا أقول معرفش، فأتعالم بقى واتنفخ وتكبر وأتكلم في دين الله بغير علم، قمة الجهل. أحط صورة من صور الجهل بعد الجهل بالله والجهل برسوله والجهل بالدين أن أتعالم على الخلق وأنا ما عنديش دليل في المسألة. ليه؟ إيه اللي يمنع أن أقول إن شاء الله أجاوبك في الحلقة الجاية؟ إيه اللي يمنع؟ أراجع المسألة، أراجع كلام الربانيين من العلماء الصادقين اللي ما خلوا لناش أي حاجة، بل ذكروا لنا كل شيء مطلوب، بس أن أنا أرجع وأوفر لنفسي شيئا من الوقت والصدق والتضرع إلى الله جل وعلا أن يعلمني وأن يفهمني وأن أراجع، بس مراجع أهل العلم فيها كل شيء. يعني أودع علماؤنا في هذه المراجع كل شيء، ما لم يتركوا لنا شيئا والله، بس عاوز تجرد لله عز وجل. اللهم ارزقنا لكم الإخلاص والعلم والفهم. يبقى التعالم، تعالم من الإنسان يدعي العلم وما عندوش علم، ما عندوش دليل، ما عندوش دليل في المسألة. ممكن يبقى عالم بس يتجرأ ويتعالم في مسألة ما عندوش فيها دليل، دي صورة من صور التعالم. وهذا التعالم يفتح بابا جائرا ظالما، ألا وهو باب الدخول على الله تبارك وتعالى، أو الكلام، ألا هو باب الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم، بغير علم. المتعالم هو الذي تزبب قبل أن يتحصرم. مستحيل العنب يبقى زبيب قبل ما يبقى حصرم أبدا. أو المتعالم بقى بيقفز القفزة دي، الذي تزبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ وادعى العلم قبل أن يتعلم. ذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد ما كانش بيتورع أبدا إن يفتي في أي مسألة، والرجل عالم في كل شيء وفي أي باب، حتى لو سألوه في الطب هيجاوبه، والهندسة برضه هيعمل رسم، كل حاجة جاهز ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، سبحان الفتاح العليم يعني. فالناس قالوا، بعض أهل الفضل من طلبة العلم النجباء قالوا الرجل ده خطر كده على الناس، عاوزين نبين للناس خطر. طب إزاي؟ قالوا طيب نختلق كلمة ملهاش أصل أبدا لا في اللغة ولا في الدنيا، ونأتي عليه في مجلس علمه وسنسأله عن هذه الكلمة، وسنؤكد للناس أن الرجل سيتكلم فيها بغير علم، لنبين لهم أن الرجل جريء على الله. قالوا معقول؟ طب نجرب. راحوا اختلقوا كلمة غريبة جدا اسمها الخنفشار، وخلي بال حضرتك الخنفشار غير الفشار، الخنفشار. وراحوا على الشيخ، رجل جالس ما شاء الله، وسألوه يا مولانا والله بس كنا نود أن نتعرف فضيلتكم على الخنفشار. قال أيوة. قالوا الخنفشار؟ قال نعم، نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن. عشان تاخدها وانت ساكت هتروح تدور فين في أطراف اليمن على الخنفشار؟ خلاص يبقى هو نبت هناك وخدها وخلاص. نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن، إذا أكلته الإبل عقد لبنها، كما قال شاعر اليمن، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال في الخنفشار أبو داود كذا وكذا، وقال فيه القرطبي كذا وكذا، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس 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 اسكت أيها الكذاب الجراب العياب، كذبت على كل هؤلاء، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا زالت الأمة تبتلى بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين المتعالمين الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، بغير دليل، بغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد سيدنا رسول الله، بل ويتجرؤون على الفتوى. وأنا ألمح الآن مع إخواني جميعا من المسلمين والمسلمات، ألمح مرحلة فوضى عارمة في الفتوى على شاشات الفضائيات. أسأل الله أن يبصرني وإخواني جميعا بالحق والعلم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. من أخطر صور الجهل يا إخواننا الجرأة في الفتوى، اللي بيتجرأ ده إنسان جاهل فعلا.
اللي بيتجرأ على الفتوى بدون علم وبدون بينة وبدون دليل ده إنسان جاهل فعلا، والله العظيم جاهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا يمنع أبدا فتوى، لا استنى معرفش دلوقتي، هقول لك الحلقة الجاية، هقول لك الأسبوع اللي بعده، ما فيش مشكلة على الإطلاق. ترفع نفسك عند الله بل وعند الخلق إن كنت من الصادقين. هو في أخوانا أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوتب لما قال أجيبكم غدا، ولم يترك ولم يعلق الأمر على مشيئة الله جل وعلا، ونزل القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. يا سلام. عبد الله بن عمر ابن عمر عالم في الزهد وعالم في القرآن وعالم في السنة وعالم في العبادة وعالم في عالم عبد الله بن عمر. يقول الزهري عن خالد بن أسلم: كنا مع عبد الله بن عمر مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، فجاءه سائل فقال ابن عمر: يا أبا عبد الرحمن. فالتفت إلى ابن عمر فقال السائل: أترث العمة؟ العمة بتورث؟ فقال ابن عمر: لا أدري. نعم، ابن عمر بيقول لا أدري. الله أكبر، ده كلمة حلوة قوي والله، ما أجملها وأروعها وأطعمها من كلمة لا أدري. اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل: أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال: نعم والله لا أحسن جواب مسألتك، فاذهب إلى العلماء فاسألهم. فانطلق السائل وهو يضرب كفا بكف، وقبل ابن عمر يد نفسه. السائل مشى، عبد الله بن عمر قبل يد نفسه وقال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. الله، فين دول؟ سئل عما لا يدري فقال لا أدري. يا سلام. إذا ذكر العلماء فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب في سماء العلم والعلماء. يقول تلميذه النجيب الشافعي تلميذ مالك، حفظ الشافعي موطأ مالك في تسع ليالي. جالس الشافعي وهو شاب صبي صغير حفظ الموطأ كاملا عن ظهر قلب، وكان الشافعي ربنا أتاح حافظة يعني شديدة جدا. فلما ذهب إلى مالك ليطلب العلم على يديه قال له مالك حين قرأ عليه الموطأ من حفظه ولم يلحن في كلمة من كلمات اللغة، قال له مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشافعي تلميذ مالك النجيب ده بيقول: صحبت مالكا فسئل الإمام مالك في 48 مسألة، فقال مالك في 32 منها لا أدري. ما عرفش. الشافعي أستاذ أحمد بن حنبل يقول: إسحاق بن رهوي قال لي أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال إسحاق: فأراني الشافعية، فنظرت الشافعية في الفقه فلم أرى أفقه منه، فنظرت الشافعية في القرآن فلم أرى أعلم منه، فنظرت الشافعية في الحديث فلم أرى أعلم منه، فنظرت الشافعية في اللغة فوجدته بيت اللغة، ووالله ما رأت عيناي مثله. وهو جلس في مجلس علمه يأتيه سائل للشافعي فيسأل الشافعية في مسألة فيسكت، فيقول السائل: ألا تجيب يرحمك الله؟ فيسكت. فيقول السائل: ألا تجيب يرحمك الله؟ فيسكت. فيقول السائل: ألا تجيب يرحمك الله؟ فيقول الشافعي: انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. يا الله، ده احنا فعلا غاية في الجرأة يا أخوانا، والله ما أبرئ نفسي، والله وما أبرئ نفسي، بل يتردد في أذني وفي قلبي الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. والله ما تكلمت في هذا من باب الشعور بالأهلية، وإنما من باب الشعور بالمسؤولية، وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. نعم، نحن في حاجة إلى علم بكتاب الله،
وإلى علم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالصدق والإخلاص والتضرع والتذلل والجلوس بين أيدي الربانيين من العلماء، وأن يفرغ كل واحد من أحبابي وإخواني وقتا ليتعلم، مهما كانت وظيفتك ومهما كان منصبك ومهما كان جاهك وجاهتك، لابد أن تفرغ وقتا من وقتك لتتعلم عن الله ولتتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، فقال له سبحانه: وقل رب زدني علما. أيها الأفاضل، سامحوني صدعت قلوبكم بهذه الكلمات، لكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. الحقيقة أنا مش عاوز أطول أكثر من كده في العلامات الصغرى للساعة، في علامات مقترنة مع العلامات الكبرى زي المهدي كما سأبين إن شاء الله، زي هدم الكعبة كما سأبين إن شاء الله، فدعونا نتحدث عن هذه العلامات في حينها وفي وقتها مع العلامات الكبرى. وسأبدأ غدا إن شاء الله تعالى بالحديث في العلامات الكبرى للساعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.